فقدمت الكتاب كلية الدعوة الإسلامية وعميد الكلية وكذلك كتاب آخر نبي الرحمة في اللغة العربية وكذلك في العقيدة الحمد لله. هو بالنسبة فمثلاً في نيبال لا يوجد أحد الذي كتب وبدا الكتابة باللغة العربية على الوحيد يعني في معالم ولا أذكر أنا عرفت كيف بدا الكتاب باللغة العربية. هل معك نسخة من هذا؟ في موجود الحمد لله بدأت في هذا المدار وكتبت على ست كتب وكذلك باللغة اليابانية أمن عالم باسمي أمن عالم يعني مش شارك بلغتنا وهذا ابني كتب هذا تحت إشرافي ابني في مدار المولد ابني كتب هذا ففي المسائل هو كان يدرس في كلية هنا كلية العلوم حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صوتي. كم كنا نسمع من الهزة؟ الحمد لله 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 الحمد والذي قال أصبح على كتاب أنا قدم به دراسة لكتاب الكتاب والمشيئة ما أدري هو مرض ما جاء فقال لي أخي بإمكانك أن تتعلم معي وين يا أخي في إسكندرية ممكن هما يكون كتب وكمان الكتب اللي عندكم ويدكم ليس إلا نسب إسلام وكل تلوى الأفارقة في مدينة البروس نيجيريا، نيجير، توغو، كاميرون، مالي، داهوبي كلهم يرحبون بترحيبا حاما والله ما أصدق كيف أقول كيف حالكم كيف حالكم وكلهم يتمنون بأسرع ما يمكن أن تقرأ هذا الكتاب هذا الدعاء حتى هذا الدعاء حتى نستفيد مساكم عن الكتاب الإمام القيم عمل زاد المعاد في هذه الخير لا ليس مقاولة يعني اسم حاولت أن أكتب شيء ما من هذا النجمة والمواد الإسلامية الذي يقول الدعاء هو مع نسخة وكذلك في كتاب غير مطبوع أمر عالم نبي رحمة نبي رحمة كذلك باللغة العربية وكلمتها باللغة اليابانية وكتاب كلها موجودة لا لا ما انا مش شامتي عندنا حد يعني عندنا حد يراجع مكاني لا ما اعرفش حد يراجع مكاني فممكن المهندس شريف او هو ممكن يعرفنا بقى على دعاء هناك ايه هات اللي بقى على كل هذا العمل الفردي املك مكتبة صغيرة ومدرسة صغيرة عمل فيها كداعية ومؤلف ومدرس في بلادنا التقالي وجل هذا اللي رأيه هذا اللي بذلك ما كنا نبغي تتخبر يا عمين أخي عندنا إيه نبغي؟ أنا حاطته كله دكتور عندنا ما هو الإسلام وعندنا دين الحق وعندنا كتاب التاريخ ما هو الإسلام ده بالنبالي ودين الحق وكتب كتبت حول السيرة النبي الرحمة لكن ما لها مخطوطة باليد الكتاب مش ايه ايه فين وكتب هذا الكتاب من السعودية السعودية هم ده بس عادي بعض الإخوان الذين يعملون هناك في السعودية الجاليات الإسلامية هم الذين يقومون بهذا العمل لا 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 هم الذين يكتبون بهذا العمل أشوف أشوف هم حد فين بيدي دين الحق دين الحق ما هو بتبقى أي ثلاثة بس الحق نعم
هو عشان نبالي حاجه ما عندناش مراكز وقفات كتير في الدين عالمين قليله جدا من نبالي. ممكن ده بتاعنا ده؟ ده بتاعنا. ميه اخي العزيز ما هو احوال المسلمين في نبال؟ كم عدد المسلمين؟ مليون نسمة. كم عدد السكان؟ 24 مليون نسمة. ما هو أخبار ما هو حال الدعوة؟ ضعيفة. ما سبب ضعفها؟ قلة العلم وقلة الوسائل. قلة الوسائل. هذا أهم شيء. وقلة العلم. قلة الوسائل كيف نستطيع أن ندخل في قلة الوسائل؟ ما هي الوسائل المطلوبة؟ الوسائل المطلوبة أولا أن نخطط ونفتح هناك مراكز مدارس أو شيء أو مدارس موجودة هنا نستطيع أن نعاملهم أو نطلب لهم أساتذة أو نطلب لهم الكتب الدراسية. نحن نستطيع أن نطبع لهم الكتب ولكن ليست بهذا الحال. هذا الحال يعني احنا هذا الحال كبير جدا ولا نستطيع الطباعه. فقط الشيء حول الدعاء حول الاخوان كانوا معنا هم كانوا يعني مصرين يا شيخ عبد الرزاق أخوتك بأسر ما يمكن ولهذا السبب هم أخذوني وذهبتوا ما كان اسمه مطالب ليه؟ اسمه حسين ذهبت حسين بدرس حسين المكتبة بتاعتنا من هنا نعم نعم هذه الشهادة التي حصلناها المكتبة الإسلامية قبل 30 سنة الحمد لله أفادك الله بها وأفاد الإسلام بها إن شاء الله. إيه ابن سعادتك؟ ابن هذا؟ هذا يدرس هنا الحمد لله في أولى ثانية. في أولى ثانية. أولى ثانية. قسم يا أبي فين في؟ في الدراسة حسين. في درس ابن الشيخ عبد العزيز؟ نعم نعم. أهلاً وسهلاً. فهذا الكتاب راجعه وكيل كلية الدعوة جامعة الأزهر. ده متراجع، مين اللي راجعه؟ ده من راجع هذا الكتاب؟ أنا في دكتور نجاح. في كلية الدعوة؟ لا لا في جمعية الشرعية. جمعية الشرعية. متراجع من الصالح يعني. هو دكتور درويش عادل درويش وكيل درويش وكيل الأزهر. هؤلاء كانوا من مشايخنا سابقا في المدينة من مصر. استفدنا منهم. الحمد لله. جزاهم الله خير. وجزاك خيرا وأعانك على الدعوة لله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك. إن شاء الله تعالى هذا العمل خالص بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا نريد أن نتحدث في بعض الأمور. أنظر في هذا الجهاز الكتب للجمعية تقوم بتبرك بطباعته. أيوه شكرا شكرا. هذا الكتاب من السعودية. من السعودية. بعض الأخوان يعملون هنا في السعودية. إحنا نبالي. نعرف الكونتينر دي مفيش نبالي. مفيش نبالي خلاص. هم دول بس الاثنين اللي عملوا؟ الثلاثة حتى الاثنين بقى. يعملون في السعودية. هو الإسلام والإسلامية. نعم خصوصا. وهم يقومون بقدر الإمكان. هو الإسلام والترجمة للكتب الإسلامية. فطبعا لهم يعني إمكانية، ما في إمكانية حكومة، أما في حكومة ما فيش إحنا هنا جمعية علمية وإمكانياتنا محدودة لحد كبير، ولكن ربنا بيعنا في هل هذه الكتب الثلاثة مفيدة في الإمام؟ مفيدة في الإمام؟ مفيدة.
هذا اللغة العربية. كتبت في كتاب على هذا في كتاب أيضا أمن عالم يعني peace of the world يعني السلامة في الإسلام بلغة نبالي موجودة غير مفهومة كلها نكتب أحيانا باللغة العربية أحيانا باللغة العربية أحيانا بالعربية الكتاب موجود هل اللغة العربية مطلوبة في البلاد؟ مطلوبة كيف لا يتلقى؟ لابد يتلقى ولابد ولو ما يتلقون فلابد أن يعلمون لابد أن نعلم اللغة العربية إذا ما علموا اللغة العربية فمعناهم جاهلون الإسلام. طب ماذا يعني ما هي الكتب المكتوبة باللغة العربية حتى نرسلها؟ احنا ناخذ عناوين ونرسل الآن. لا 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 قطع عندنا والله احنا نملك الكتب باللغة العربية ونملك هؤلاء يعني ممكن نجيب ستات مجموعة دلوقتي باقي لنا يومين فقط ونسلم من تصير هذا الأقوام على شيخ بصير أن تزوره هذا الشهر من شهر هل يوجد عدد كبير في ديبان يتحدثون اللغة العربية؟ نعم ولا شيخ الله بارك فيك ليس هناك عدد قصير ولكن الذين يدرسون في المدرسة الأولاد الذين مدرسهم محاول أن يعلموا أو يتعلموا اللغة العربية حتى يفهموا لغة القرآن ويفهموا اللغة العربية لأن أول نحن في نيبال نلاحظ العربية هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاش هم قالوا لهم أول نعلمهم القرآن يقرؤون باللغة العربية. أحيانا. ثانيا اللغة الأردية. لغة المسلمين عامة يعني. لأن نحن نجاب لهم وجارنا الذين هم نعيش معهم هم لغتهم لغة هندية ولغة نيبالية. وإن لغة النيبالية مشتركة. سيدنا النيبالي فاللغة الرسمية لغة نيبالية. فنحن نعلمهم اللغة العربية والأردية واللغة النيبالية. صفر يعني لغة النبال عامة ورابعا اللغة الإنجليزية يعني اللغة العالمية وبعد هذه اللغات نعلم الأولاد المواد الأخرى. فإذا إحنا نملك هذه اللغات اللغة الأردية ومجموعة عربي ومجموعة أردي ومجموعة إنجليزي كمان معناها أن المسلمين يتمول لهم الدول الأخرى فهذا لا ينبغي لنا بل نعمل
نذكر كتاب هنا لكن في بالكتاسين وفي مطبع في مطبعين مطبعتين لا لا ينبغي لنا أن نرسل كتاب أو ترسلون أنتم كتاب من هنا حتى يال تقول قضية لنا والما ينبغي إذا نمكمنا بهذا الشكل يشتبعوننا إلا نحن نأخذ الأموال وهذا أهم شيء ولا نستطيع نفعل هكذا مثل هذا لا نستطيع والذي يفعل فهو يعني يخشى عليه سلام بنام بالهكمة لا ما يمكن أي واحد يدخل في الإسلام مباشرة تفضل استاذ محمد تفضل محمد عرفت يا مشايخنا استاذ محمد تفضل مشايخنا أما عم إذا ناس عايزين جدا لأن أولا كان عرفت هو الأخ عبد الرازق السلام عليكم شيخ الإسلام في نيبال لا والله ما شاء الله والله يا كمل يا كمل تفضل يا أخي تفضل تعال معك تفضل نعم تفضل تعال 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 يا أخي الدكتور الكلام هذا بالحكم بالحكم وهذا هي الطريقة في معالم في معالم يعني تخرجت من الإدارات قبل 30 سنة قبل 30 سنة والحكومة لا تعترف بشهادتنا وعمل وأقرأ وأدرس وتجول وأقوم بالدعوة منذ 30 سنة ولقد نحن عارف طريقة البلاد وأحيانا الذي يقول لكم أيها الأخوة أنا كتابة مش كمية حتى ما أعرف لنا هنود زي ما قلت لكم الهنود واقفون ضدنا في المساء ربما يأتي لهم ممالك من الخارج حتى عندما جئت هنا أردت أن أفتح حساب لابن هذا في بنك منعوني لا ما يمكن هذا ما الله دين والله إذا عليكم فتعلي بذل ابنكم إذا أعطيت له 1000 جنيه يوسف الأطول أو يسلك أو يسكت الله إذا عليكم حتى توسط بيننا مفتي الجمهورية دكتور جمعة علي دكتور جمعة رضي الشيخ المدير المكتب اللي مدير البنك الإسلامي وفتحنا له ولماذا؟ حتى أقول إن بعد 3 سنين أغادر لكم أصرف قليلا قليلا حسب الحاجة وقلته هي أن يكون طبيبا زي ما قلنا لكم عندما يفتتحون عندنا المستشرقون المستشفيات والمدارس والمعونات الأخرى فالمهم يا شيخنا بارك الله فيكم لابد أن نعمل هناك بالحكمة بالحكمة إذا نرسل الطب الكمية أولا نحن ندرس والله ولكن هذا ليس حسا إضافي يعني الذي يريد أن يدرس يدرس يقرأ يقرأ معظم المسلمون يعلمون عن طريق اللغة العربية أو عن طريق المسلمين أو مدرسين ومن هندوس لا يمكن أن يعطيه مثل هذا يا سلام مثل هذا الكتاب كم صرفت منه؟ على الأقل واحد 2 أو 3 جنيه مصري جنيه وإن أنا نستطيع نتبع أخف بجنيه أو أخف نصف جنيه وليس مثل هذه البركة على بركة الإشارة لا يشوف الناس أي هذا يأتي من الخارج هذا لابد أن نحن نلاحظ وأنه نعيشنا لابد أن نفكر حول هذا الموضوع أولا كان لله الدولة ملكية ملك أنا الوحيد يا شيخنا كتبت تاريخ النيبال باللغة العربية وقدمت الملك ملك برندرا عرفتم كيف قبل 4 سنوات تاريخ النيبال الوجيز ملك السكرتير ملك سعاني مني ما كتبت اللغة العربية ولغتكم لغة نيبالية ما قلت لا شيخ حقتهم باللغة النيبالية شوف فيها نصف نيبالي ونصف انجليزي والنصف يعني قص إذا تقسمون 3 أجزاء فنصف عربي ونصف إنجليزي ونصف نيبالي والهدف هو أن تعرفوا أن هناك مسلمون يعيشون في بلادكم لهم لغة خاصة اللغة العربية أن تهتموا بها ثانيا تجاهلتوا عليهم حتى يأتي الناس من الخارج تفنى النيبال وبدأت علاقتهم دول أخرى على خاصة اللغة العربية لكن تجاهدوا عليه أقول لكم بصراحة يعني
تجاهزوا لهم ناس يأتون من الخارج ويكونوا دخلوا الدولة سياحين يعني وحز راسهم وبعد 3 أو 4 أشهر وزل المنصب الآن جاء حكومة اشتراكية يعني شبه اشتراكية هناك عدة الأحزاب هناك شبه اشتراكية هم ما يسلمون هكذا تبع على سلام اليهود يسلمون هكذا لا سلام يعني السلام الأحمر هذا إذا رأيتم فرأيتم هذا برشل هو على رئيس رئيس الوزراء هكذا لا سلام أي لابد نغير هذه البلاد كل القوة هذا جو لهم نعيش عشان نخبرك جو رسمي وجو اشتراكي أنتم ترسلون بهذه الأوراق القيمة الفخمة حتى ما يقول ايش هذا؟ من اين ياتي هذه الاشياء؟ لابد ان نعمل هنا حسب مستوى البلاد، على مستوى المعيشه، نعمل. اي نعم هناك عمل عن طريق المدارس، عن طريق معونات ارسال تفتح مكتب ممكن باسم هناك الجمعيه او بما تثقون انتم، وانكم ممكن تساعدوا المسلمين أو في نشر الإسلام واللغة العربية يمكن هذا ومباشرة أنتم أرسلتم 100,000 نسخة بعض المدارس بعض أهل لم يأخذوا ولا النفع ما تكون كما تريدون حياتنا نمر هنا ونواجه هذا ما هو السبيل لنشر الدعوة في بلادكم؟ لا عليك السبيل كنا المدارس من طريق المدارس ونشر بعض الكتبات سواء كانت بالكردية أو بالنيبالية أو بالعربية. هل نستطيع أن نرسم كتب هذه الكتب إلى المدارس؟ ممكن ترسل زي ما ترسل السعودية في المدارس. المدارس. السعودية ترسل بالكمية متوفرة حتى بعض هذه الأكوان المرمية بعض يعني لا تحتاجون إلى هذه الكتب؟ يحتاجون ولا بعضهم يحتاجون بعضهم يحتاجون ولا يحتاجون ولا متوفرة. طب ماذا تحتاجون من أي والله رأيي بارك الله فيكم بإمكانكم تمشون وإذا هذا لا بأس ساعد المسلمين هناك عن طريق التعليم عن طريق المدارس عن طريق تقديم التعاون الإغاثة بناء المستشفى بناء المدارس الذي يسخر منه لا الذي يعني حقيقة الحال كلها والله يا طبعا تقومون على حسب إمكانيتكم احنا الجمعية تخصصت في يعني عندنا تصريح أو تخصيص شيء معين بننشر الإسلام عن طريق الكتب وعن طريق النشرات الدولية ولا نستطيع أن نخرج عن هذا الإطار لأن هذا يعني الإطار المتفق عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تفضل السلام عليكم ما نستطيع نعيش زي هذا طب هل سراق وإيش طب ما موقف نشر الدعوة عندكم عن طريق النت انترنت والله حتى أنا ما أعرف انترنت قليل الناس يعرفون الانترنت قليل أظن يعني في كيف هذا بدأت مشكلة يعني هذا في 1000 واحد في نت يعرفون في نت كذلك غالي جدا ممكن الذي هو متخصص يفتح انترنت وعن طريق الانترنت يدل على البرامج الاسلاميه يمكن هذا لكن معظم البرامج اللي في الانترنت تكون افلام اشياء افلام انجليزيه وغيرها الاسلام ما يهمهم ولا يعرفون حتى العلماء ما يعرفون حتى أنا ما أعرف. لا ما أعرف. طيب ليه ما شاء الله هذا علامة الدين شوية يعني. ودي أقول له أنا من الكتبة وهذا كتاب أنا ما أذكر كل أشياء. أنا تدري إيش لا في كتبه؟
عم على النبي الرحمه احنا كمان مثل هذا مثل هذا من لغه اللي بالي شيء ممكن يعطي بعض بس مثل هذا قد ما ترجم مثل هذا النبي الرحمه من لغه اللي بالي ولكنها مقصوده بيا وين كل الرسائل قبل تتعلم وعيش 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 ونحن يعني شوف منذ التخرج من الجامعة الإسلامية أنا على على حالنا ليس في الحكومة لما أنا الدعوة أشتغل تحت الحكومة ونأكل من الشيء من الحكومة أو شيء من الحكومة أنا أعتقد الجامعة الإسلامية جل وعلا يعني على حالة الأولى كما كان يسهل يعيش ولكن لا تنسوا في أما بعض المدارس ولكن أمنوا لا ترسوا بهذا الشيء ربما يظنون الذي تسير هذا الشباب المفتاح أو الذي يظنونه في هذا الشكل في عيال ربما يكون يستهان في عيال ليس لهم علاقة بالعيال مشكلة ولا أخف هذا القلبة من أهل المدارس الذين يدرسون في المدرسة كلهم قلة الآن يأخذون يدرسون شيئا ما وليس لهم يعني فرصة أو غير اللغة المواد الدراسية وما معظم الناس فليس يعني بالإجماع ليس حالتنا مثل أوروبا كل واحد حر يستطيع يفعل ويقرأ ويعمل إذا أرسلنا بعض الكتيبات إلى المدارس هل هيئات البريد عندكم يعني هل تستقبل رسائلنا هل تمنعها من وصولها الى المدارس؟ لا ترسل في هكذا الى هيئه البريد وربما ياتي مشاكل بل اذا يريدون ان ترسل الكتب فارسلوا باسم بعض المدارس ما لابد ان تمر على البريد طيب ممكن هذا بعض الكتيبات ولكن لا ادري هم يكشفون وينزلون على ما اعتقد يكون يعني الظرف مثلا عندنا ياتي الرسالة من السعودية اي بعض الجنائم ظرف الجمعية هل لو ارسلنا هذا الظرف وبداخله بعض التغيبات هل يمنع من الدخول؟ والله الشيخ ما استطيع ان اقول لكم يمنع وما يمنع ولكن لابد ان يسجل هذه الاسماء سي اي ام اس كوبريس لا بد من الاكزامينيشن لان هناك كثير من المنظمات الصهيونيه والعالميه تعمل عملها مرخصه كل هالمنظمات مرخصه كل المنظمات اخذت الرخصه من الحكومه ترفع شيء ما عند الحكومه يعني طريق رسمي جي لا تفعل هكذا ويبعد اخذها وردها ما يبغى الو فهذا الشيء ما ينفع ايوه اهلا وسهلا مساك الله لا تقول لها سهلية مرحبا ايوه موجود وانا ترسلونا في اوراق عادي عربتم سنة والله ايه اوراق هذه غير الجذاب لكن قاعد غير الجذاب مش قبل ساعتين بس لا يشعر الناس انك هناك الناس يعني يعملون تحت الستار طب تحب يعني تكون في حته ومعاك حد ياخذها منك؟ هذا اهم شيء لان بقاونا على ان نحن على نحن على نحن على ما انتم فيه على نحن فيه هذا اجر ان ترسلوا لنا كمية الكتب بعد اللي طيب ماشي ياخذ الحكومه واعطي الحساب هي من اين جاءت الكتب؟ هل نحن على نحن؟ هذا لا اقول سلام اقول لكم طيب شوفي لو انت ماشي اهل بلد اغلبي الشارع اهل بلد اغلبي شعبها عرفتوا شيخ من؟ أيوة. أهل مكة عترة بيت شعبية أهل بيت أهل عترة بيت شعبية نجم الشعر لا بدنا نعمل بالحكمة هو لو أنت جيت من الفراغ أنا كنت في الشارع ولو أجي للابتوب الشارع يعني مثل سلم أوديو لا كلام يا شيخ هنخش فيه هتلاقي نوعية الحمد لله لا نستطيع ان
أبل بان ولا لا أبل بان اللي أنت شايفه خدهم لو عايز تاخدهم ونجيب لك 10 أضعافهم هنجيب 10 أضعافهم إن شاء الله أبل بان أستمر إن شاء الله ونشوف الناس الذين يقومون لا يكون هذا الأمور الترجمة سهلة عندك ولا صعبة؟ ترجمة سهلة؟ صعبة لا هو مختص الذي في هذه اللغة كنا حيرا هذه اللغة يعني يختلط الناس كثير جدا المذكر والمؤنث هذه يختلط جنس من سيصبح من خطأ هو لو عايزين بالعربي سهل جدا جدا عندنا هنبعت بالعربي انتوا عايزين شو هو كذلك يا شيخنا هذه اللغه لا نتكلمها في البيت هذه اللغه العربيه الا اللغه الارديه لانها كل المسلمون يتكلمون بهذه اللغه اللغه الارديه نعم اللغه الارديه وتكتب مثل الارديه كما تعلمون وأما العباديون الأصلي مثلا أجدادهم وهم يسكنون في الجنة الذين يسكنون في الجنة هم تكلمون بهذا وهم ما يعرفوش فهنا يقولون يصعدون في المستشفى ويقولون بالانجليزي قال هيم يعني ادعوهم وكل الشفاء ياتي من هذه التصاوير ياتي من هؤلاء المسيحيين واليهود أن يكون عرفهم تكون في المستشفى أفضل إن شاء الله ثم بعد ذلك أؤلف باسم الله وأقول ليس الشفاء في يدنا ليس الشفاء في الملك في الملك وإنما الشفاء أبدا ربي رواينا رواينا في طيران من مصر للنيران عشان